السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله في صحة جيدة. اليوم غادي نفصل معكم واحد جلابة صغيرة عندها البنيتة، عندها 7 شهور. كما كتشوفوا هنا الطريف ديال التوف فيه نص متر، هذا هو الطول ديالو، فيه نص متر 50 سنتيم. وغادي هاد الجليبة غتكون فيها هاد الحصان هنا، غنلصقوه بالميكوات كيلصق، غادي يجي لاصق لها في الوسط هنايا في الجلايل لتحت، وهادو غيدوزو في لوغلي من التحت وفي الكميمات، وهاد الشويشات تا هما غادي يجيو لاصقين في الجليبة فهنا في الفتحة ديال الصدير وفي الكتيفات كما كتشوفوا. هادشي هذا غنحيدوه حتى غادي تفصل ان شاء الله، نجيو نخيطو. عاد نحتاجو هادشي هذا، غنجيب هاد التوب ديالي، نقلب التوب ونفصلو على الكفة ديالو، مفصلوش على وجهو. صافي، هنا دايرة على جوج كما كتشوفو، هادي الحاشية دايرها من جهتي، وغادي نطويها هكايا على حساب الجلابة، غادي تجي مسدودة من القدام من هنايا، مغتكونش فيها الخياطة. هنايا غادي ندير لها 24 في الايفازي من التحت بركة، حتى صغيرة ويجيو فيها الفتيحات. الكتاف عندي 20، غنقسمهم على جوج غيعطيونا 10 في الكتاف، ونزيدو سنتيم ديال الخياطة. نهبطو جوج سنتيم هنايا، الدراري الصغار كنهبطو لهم غير جوج سنتيم، وغادي نشدو من هاد النقطة هادي، وغادي نهبط هنايا 16 سنتيم باش ندير لها الدورة ديال التركيز. الصدر عندها 14، نزيدو جوج سنتيم ديال الخياطة، غادي نسير هاد النقطة هادي مع هادي، وهاد النقطة غادي نسيرها مع هادي ديال الصدر. وغنحط الطول، الطول عندي 49، الطول ديال الجلابة، هي جياني هنا 49، وغتبقى لها واحد 3 سنتيم هنا ديال لوغلي كما كتشوفوا هنا، راه ما مقادش هذا طالع عندي، غتبقى لها واحد 3 سنتيم ديال لوغلي هي هادي. هنا الدورة ديال العنق غادي ندير لها 5 سنتيم، ونهبط جوج سنتيم هنا في الخلف، وندور هكا بيديا، وصل هاد النقطة هادي اللي عند هادي ديال الكتف كما كتشوفوا معايا. وغادي نجي لهنا غنطلع واحد 3 سنتيم، وندور هكا باش ندير هذاك التركيز، ومن هاد النقطة هادي غادي نصل هاد النقطة هادي لهنايا، كما كتعرفوا الدراري الصغار راه ما يحتاجش نديرو لهم داك الدخل هنايا في البط، حيت هادي باقا صغيرة بزاف. كما كتشوفوا هذه هي الجليبة ديالنا، هنايا غادي نخليها هكايا على جوج، وغادي نعلم هذا المنتصف اللي عندي هنايا باش ملي غادي نجي نركب داك الحصان هنايا غيبان لي فين هو المنتصف ديالو. غادي نجي هنا للدورة ديال العنق، وغادي نهبط 6 سنتيم،
وغادي ندير واحد الفتيحه صغيره فيها واحد 4 سم هنايا باش من ندير القب غيجيني مقلوب. غير صغيره فيها شي 4 سم صافي. غادي نعبر التركيز ديالي نشوف شحال فيه باش غادي نفصل الكميمات. عندي فيه 19 غادي نشوف دابا منين غادي نخرج الكمام ومنين غادي نخرج القب. عندي في الكمام 19 صافي. هذه المسافه هذه راه كافياني وغادي يبقى لي الطريف هذا غادي نخرج منه القب. نجي لهنا غادي نهبط 6 سم وغادي نصيلها لهنا للقنت. وهنا غادي ندير 11 صافي ونصيل هاد النقطة هادي مع هادي. صافي غادي ندخل من هنا سنتيم ونخرج من هنا سنتيم. كما شفتوا هذه الجلابه اللي تجلي لي باس صغيره اللي فصلت معاكم. دابا غادي نخيطها. غادي نلصق لها هذا الطونطيل هذا ديال هاد الشويشات. شوفوا معايا الطريقه كيفاش نلصقو. اول حاجه غنبدا بها هي غادي نمونطي الكتاف كما كتشوفي راه مونطيتهم هنا خيطتهم. وغادي ندوز نخيط هاد الكمام غنمونطيها بالسورجي حيت صغيره بلا ما نسورجيها وعاد نولي نخيطها. غادي نسورجي في خطره. راني دايره معكم الطريقه كيفاش كنمونطيو الكتاف. كنجيبو هاد العلامه اللي معلمين هنا في الوسط ديال الكمام ونلصقو هكا مع التركيز وكندورو معاها هكايا على هاد الطريقه هادي. كنبداو من هنا وكنمشيو كندورو مع الكم كامل هكا على هاد الشكل هذا صافي. وغنمونطي الجهه الثانيه غادي نلصق الكم الجهه الثانيه وداك الساعه غادي نخيط عاود الجناب هاد الكوطي غادي نهبط معاهم حتى هما بالسورجي غنهبط معاهم بالخياطه ونرجع نخيط معاكم هاد الدونطيل هذا هاد الشويشات هذا ونرجع نلصقهم معاكم هنايا الحاشيه ديال الجلابه على هاد الشكل هذا. يجيو هنا غادي نلصق هاد الشوشات هادو في الكتف كما كتشوفوا هذا هو الكتف ديال الجلابه. راني دايره لها السورجي مازال ما عاودتهاش بالخياطه دايره لها غير السورجي. غادي نحشيوها هنايا هذا هو الخياطه ديال الكتف. غادي نجيبوا هاد الشوشه هكا غادي نحشيها هنا غادي نحاول نخلي لها هاد الخويط شويه خارج هنا هكايا ندخلو لداخل كما كتشوفو هكا وغادي نشدو بالخياطة. منكون كنخيط لكم غادي نشدها. دابا غادي نبدا الكم ديالي من هنايا راني مونطيها غير بالسورجي
ديال السبا هذا الشويشات هنايا، هذا الكم غادي نجي نديرها ندير لهم على هذا الشكل هذا، نحطهم وندوز بالخياط عليهم من الفوق. الطريقه هذه كما كتشوفوا هكا، صافي. غادي نخيط الكم الثاني ندير له نفس الطريقه. هنايا درت طويت واحد سنتيم، درت لها لوغلي جلابه من التحت في الدوره، وغادي نحط عليه هاد الشويشات ديالي، غادي نحطهم هنايا هكا، وغندوز عليهم بالخياطة. كما شفتوا كتجي على هذا الشكل هذا، كيجيو هاد الهديبات هكايا، كيجيو زوينين وفي نفس الوقت ساهله. دابا غادي نونطيها من هاد الجهه اللي بقات لي محلوله، كما كتشوفوا هذا هو القب. راني مونطيت معاكم القب واحد جلابه قبل من هادي، وريتكم الطريقه كيفاش كنخيطوا. هادي هنايا اللوجه ديال القب، وهادي كنخيطها واحد 7 سنتيم لداخل باش كيجينا القب من هنا فين، من هاد البلاصه هادي. كما كتشوفوا دخلت الشوشه وخيطت عليها. هنا غادي نجيب هاد الخياطه هادي نديرها هنا في المنتصف ديال الرقبه ديال الخلف، صافي هنايا. وغادي ندوز بالخياطه عليه كامل. هنا انا خيطت القب كما كتشوفوا لصقته، غادي ندير له نجيب هذا الجزء هذا يكون كبر من هذا كما كتشوفوا، كنخليه خارج بواحد سنتيم ونص، وكنطوي هكا لداخل بواحد نص سنتيم، ونولي نطوي نص سنتيم الاخر، وكيجينا على هذا الشكل هذا. وندوزو بالخياطه على هذا الحرف هذا باش كيجينا القب من الداخل كيجي فيني. كما شفتوا هذا هو القب ديالنا، خيطناه يجي على هذا الشكل هذا، كيجي فيني من الداخل. دابا غادي نخيط، غادي ندير القبه ندير له لوغلي على حساب القب، ما غاديش يكون فيه هذا الدونطيل هذا، هاد الشويشات الموديل اللي عاطيني ما فيهش، كاين هاد الشوشات كاينين غير في الكمام وفي لوغلي من التحت ديال الجلابه. اللي بغات ديرهم حتى هنا في القلب ديرهم، راه ملي يجيو زوينين حتى هما.
هنا غادي نبدا، غادي نجي لهنايا وغادي نطوي هكا واحد نص سنتيم، ونولي نعاود نص سنتيم واحد اخر على هذا الشكل هذا، وغادي ندوز بالخياط. كما تشوفوا هاد الشويشات هادو بجوج غادي نديرهم في القدام، غادي يجيونا هنا في هاد الفتحة ديال العنق في القدام، غادي ندوز عليهم بالخياطة دابا. كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل، انا خيطتهم بدا القب ديالنا كما كتشوفوا هذا الشوشات. الشوشات في الكتاف ها هما، جلابة راه ساهلة هاد الجليبة. مازال واحد الموتيف غادي يركب هنايا واحد الحصان هو هذا، كما كتشوفون هنا راه معلمة المنتصف ديال الجلابة، من فصلتها علمتو راه علمتو حداكم، هذا غادي يجي ويركب هنايا، يركب هنا فهاد البليصة. هذا راه كيركب كيتلصق غير بالميكواة، تجيبوا الميكواة تسخن مزيان، تحطوا واحد المنديل هكايا فوقها ولا واحد الطرف ديال الثوب تحطوه هنايا، وديروا الميكواة عليه تكون سخونة مزيان، تحطوها الا ما عندكمش الميكواة في الدار يمكن لكم تصيفطوها للبريصة يصاوبها لكم، كتوريوه فين غادي يحطها لكم وكتصاوب تما، من الاحسن تصاوب على برا كتلصق مزيان كما كتشوفوا، كتجي على هذا الشكل هذا. هذه مولاتها بنيتها عندها 7 شهور، 7 شهور عندها يمكن، كما كتشوفوا راه طريقه مبسطه، كنحاول نشارك معكم اي حاجه بسيطه ولا اي حاجه سهله باش تطبقوها ان شاء الله وتجيكم سهله. الى عجبكم الفيديو وعجبتكم الفكره ديال هاد الجلابه وعجبتكم هاد الجليبه، ما تنساوش تخليو لنا جيم، واللي ما مشاركش في القناه يشارك في القناه. والسلام عليكم ورحمة الله.